السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني أخواتي جديديين الحرين، أنا كندوي مع الناس ديال الجديدة الأحرار. شوفوا، واحد الظلم كاين لنا في الجديدة، راكم شتوه كلكم حدا مصرع عفيفي. مصرع عفيفي معلمة تاريخية كانوا الناس كيعرفوها، اللي كانوا كيديروا فيها السهرات وكيديروا فيها الحفلات ويديروا فيها المشكل العويص اللي لهذا الوقت اللي وصلنا عليه، انها ولات مزبله ومراحيض المدينه الجديده. غادي تشوفوا معايا بالصور وغادي تشوفوا معايا بالفيديوهات ان مصرع عفيفي ولا مرحاض للعموم. ان فرنسا في مدينه الجديده، كنعرفوا فرنسا كانوا عندها خمسه الكوابن، حاشاكم خمسه الكوابن، خمسه طواليطات دايراهم في مدينه الجديده، بقات منهم وحده. حنا بغينا نعرفوا واش هاد العماله ولا هاد البلديه واش قاده انها تقضي الحوائج ديال الناس ديال الجديده وزوار مدينه الجديده. حنا بغينا الناس كاملين يضامنوا معنا ويبارطاجيو هاد الفيديو، لاننا غادي نبينوا حقائق هاد المدينه للعماله ولا البلديه، كل شيء غادي نفضحوهم. هي فريمون جديده، ما كاينش اللي كيهضر عليها ولا اللي كيجبدها في شي بلايص، لا في دوزام ولا في الاولى ولا في شي مواقع اجتماعيه. جديده عندها ناسها هما دابا حاليا هما اللي ناضوا. كنقول لهم فرعون الجديد غادي يبين الحقائق، وهاد الحقائق كيف ما كتشوفوا معايا كثرت انهم ولاو يديروا شي حاجه في الزنقه صاحبي، ولاو كيديروا شي حاجه انه كيتحدى الواقع انه ينصل سروالو وكيجلس في الشارع العام حدا مصرع عفيفي لمعلمة تاريخية وسط البلاد، وما كاينش اللي كيدوي لا من جهات الأمن. أنا اللي لقيته لهنا كيبول، شفت أنا قورية واحد بارك غير كي يتبول على الحائط ديال العفيفي، قورية دازت ضربها النفس وشنقات عليه، تجاو البوليس والمغاربة صاحبي والجديدة، الناس ديال الجديدة فينكم؟ حتى لك أنت دايز بطونوبيلتك وقف ونشوف هذاك السيد اللي كيبول على الحائط ديال هذا المسرح، هذا المكان اللي خلوه الناس الرجال، اللي بنوه الناس الرجال وخلوه الناس الرجال، خلوه الشميت اللي ضاحكين علينا وضاحكين على ولادنا وضاحكين على بواتنا وضاحكين على المجتمع كامل. لا من المجتمع الجمعيات، بالدور ديال الجمعيات شناوة؟ الجمعيات في مدينة الجديدة لا تساوي شيء. أنا أقولها من هذا المنبر أن الجمعيات في مدينة الجديدة زيرو، ما كتسوى حتى شي حاجة. الجمعيات هذا هو الدور ديالها الأساسي اللي خاصها تهضر عليه. حنا علاش كنديروا للجمعيات؟ خاصها تهضر على الفن، خاصها تهضر على المسارح، خاصها تهضر على المكاتب، خاصها تهضر على الطواليطات العمومية اللي كاينين في الشوارع، خاصها تهضر على شي حاجة اللي زوينة للبلاد، ماشي اللي نكفسوا بها البلاد. كنكفسوا حنا البلاد وكنزيدوا في تكفيس البلاد، هذا هو الراجع، هو هذا الشيء، هذا هو الراجع ديالنا حنا قدام الباب ديال مسرع عفيفي اللي كيدخلوا منه لي زارتيس. الفنانة منين كيدخلوا الفنانة، شوفوا كيدير، شوفوا كيدير. واش حنايا غاديين في تقدم زعما؟ جديدة غادا تتقدم؟ أين هو عامل البلاد؟ فين هو عامل البلاد وفين هي بلدية؟ من هو المنتخب؟ ومن هو الذي تشير له الاصابع؟ هذا استهزاء، استهزاء. كتستهزئوا بمدينه الجديده وبابناء مدينه الجديده، وحنا عندنا غير على المدينه ديالنا. والله يرحم لكم الوالدين، اللي ما كيخدمش البلاد يجي يمشي في حاله، يمشي في حاله. هذا الشيء اللي نقول، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. والله العظيم انت كيف ما كيقولوا واحد المثال كيقول لك كثره الهم كتضحك. انا كثره الهم اللي اعطاني الله سبحانه وتعالى ولات كتضحكني، لانني انا ضحكه الحمد لله والشكر لله في هذه المدينه الزوينه بالطبيعه ديالها، ولكن بالناس ديالها نو نو، الناس ديالها المسؤولين نو، هذوك ماشي مزيانين. انا وقع لي مشكل انني جيت كريت المسرع عفيفي، انا كريت من البلديه مسرح عفيفي اللي خاص المجلس البلدي يتضامن معايا، وعارفيني انني خريج برنامج ستاند اب
وما عندناش زعما الحاله ضعيفه، ماشي شي حاجه اللي بزاف، ولكن الحمد لله عايشين بفضل الله. خاصهم يتضامنوا معايا، خاص المجلس البلدي ولا العماله ولا كل شيء يتضامن معايا. انا كنمثل هذه المدينه ومشيت مثلتها في الاولى، ولكن كنشوف واحد الظلم طرا لي لهنايا شفته باسل بزاف. انا كريت من البلديه المصرع عفيفي ها الروسي، ها هو الروسي ديال انني كريت المصرع عفيفي ب 1000 درهم، 20000 ريال حطيتها، 20000. كنجي للمسرح نهار السبت شهر واحد نهار خمسة، كنجي كيقول لي السيد المسؤول على المسرح، واحد مسؤول في المسرح كيقول لي البروجيكتورات ما كاينينش، لا بروجيكتورات لا صونوات لا ميكروات لا والو. واش المسرع عفيفي؟ انا كنعرف مسرع عفيفي راه تصوب، يلا تصوب، خسرات عليه ميزانيه، تخسرات عليه ميزانيه كتقدر تقريبا راه كاينين الملايين باش تعاودات الهيكله ديال المسرع عفيفي. وانا مني غادي نجي ندوي على حقي غادي يقول لي الصنوات ما كاينينش، الميكروات ما كاينينش، البروجيكتورات ما كاينينش، واللي تعاطي 300 درهم على قبل سميتو البروجيكتورات، واللي تحط 500 درهم على قبل الصنوات هي 16000 ريال، ضافت 1000 درهم هي 36000 ريال. عادت الدويره، عاد هذاك الشيء اللي تسبى فيا، هرست وكذا وادي وادي وادي، كنلقى راسي خاسر واحد الفلوس بزاف وانا ما مدخل حتى ريال، ما مقطع مقطع 16 ورقه. كنلقى خلل، المشكل فين كاين؟ كاين خلل، كاين في المصرع عفيفي، الناس اللي كاينين حاضرين المصرع عفيفي، الناس ديال البلديه تما ما مسوقينش الخبار، كياخذوا غير الفلوس، كيعرفوا يضيفوا الخزينه العامه ولا ما عرفت كيعمروا الشكاره ولا الله اعلم شنو كيبغيو، ولكن هذا غير فيديو، هذا فيديو بغيت الناس ديال الجديده كاملين الله يرحم لكم الوالدين انكم تبارطاجيوه. الناس ديال الجديده اللي كيغيروا على مدينه جديده، اللي كيشوفوا جديده جديده ولات بركاسه عالميه، ولات بركاسه ديال المغرب، ولات بركاسه لان الكرموس كنشوفوه في لابلاج، الدلاع كنشوفوه في لابلاج، الروينه ولات في جديده، ما بقيناش عارفين واش حنايا ولاد جديده ولا ماشي ولاد جديده. الله يخليكم بارطاجيو هذا الفيديو. معكم فرعون الجديدي، فرعون الجديدي ان شاء الله غادي يخرج في فيديو اخر وغادي نقول لكم شنو طاري. وبسلامة عليكم وعواشركم مبروك.